بالشكل الملائم. أشكرك مدير الحملة. And folks, on behalf of Jill and myself, we're here for a أيها المواطنون، نحن هنا من أجل سبب واحد، لكي نقول لكم شكرا من أعماق قلوبنا. أقول لكم شكرا لكم مجددا. نحن نشكركم لأنكم تؤمنون بمبادئ الولايات المتحدة الأمريكية. أنني أقصد ذلك، أشكركم لأنكم قاتلتم مثل الوحوش لحتى تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة. حتى الآن لم يشكك أحد في هذه الانتخابات. عندما نخسر نقول أننا نخسر، وهذه صفقة كبيرة ونعنيها جيدا. أن اليوم الثلاثاء كان يوما جيدا لأمريكا ويوما جيدا للديمقراطية، وكانت يوما رائعا للحزب الديمقراطي. على مدى شهور سمعتم من وسائل الإعلام بأن الديمقراطيون سوف يواجهون كوارث، وأن الديمقراطيون يخسرون هذه النتائج، وهناك خسارات تاريخية لحزب الديمقراطيين في هذه الانتخابات. لكن هذا لم يحدث أبدا. كل هذه كانت ادعاءات من وسائل الإعلام. وكنت عندما كنت أسمع ذلك كنت أقول لهم: ما هذه الإدعاءات التي أسمعها في وسائل الإعلام؟ ولكن أعتقد بأن هناك الكثير من الأشخاص لاحظوا ذلك، أنهم يقولون أننا نخسر في هذه الانتخابات. ولكن بالمناسبة كل الديمقراطيون يفهمون ذلك، أن أصواتنا تم عدها بشكل صحيح. نحن فقدنا بعض المقاعد البسيطة في مجلس النواب، ولكنني أقول لكم بكل وضوح إن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة هي الأفضل للحزب الديمقراطي حتى الآن. أنتم الآن لقد قمنا بتحقيق هذا الانتصار من أجل الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية. أنتم آمنتم بالمؤسسات وقاتلتم مثل الأبطال، وأنا دائما كنت أؤمن بذلك. هذه الانتخابات أقول لكم مرة أخرى كانت أفضل ممارسة ديمقراطية في الولايات المتحدة، وقد اجتازت كل الاختبارات من أجل تحقيق الديمقراطية. كذلك أيضا فإننا أحيي أيضا أعضاء الحزب الجمهوري، لقد تنافسوا معنا بشكل كبير ولكنهم في نهاية المطاف خسروا، وإنني أحييهم على روحهم. فكروا فيما الأشياء التي حدثت قبل هذه الانتخابات. كانت هناك بعض الانتهاكات حدثت في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات. كانت هناك أيضا بعض المشاكل التي شابت هذه الانتخابات والإدعاءات في وسائل الإعلام، ولكن الشعب الأمريكي يثبت في نهاية المطاف أنه على قدر من المسؤولية لتحقيق مطالب الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي يؤيد أجندة الحزب الديمقراطي. نحن نسعى من أجل تحسين الرعاية الصحة. نحن نقوم ببناء الولايات المتحدة، ونقوم ببناء الصناعات في الولايات المتحدة، ونعمل على تحقيق العدالة بين الشركات. حماية الحقوق الشخصية وحماية الديمقراطية، هذا هو البرنامج الذي نديره، والأصوات أظهرت تأييدها لذلك وحماسها لذلك. عندما جئنا إلى الإدارة عانينا من العديد من المشاكل مثل جائحة كورونا والعديد من الأزمات الاقتصادية، وكنا نعمل ليلا نهارا من أجل حماية الديمقراطية وحماية هذا البلاد. ورغم كل ذلك كنا نصر على العمل ليلا ونهارا حتى نتمكن نحن وحزب الجمهوري في مساعدة الاقتصاد الأمريكي. ولكن الحزب الديمقراطي أدى بشكل كبير، فمعدل البطالة انخفض بشكل كبير، وأيضا الصناعات الأمريكية زادت وخلقت الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما قلت في هذه الحملة إن الحزب الديمقراطي كان قادرا على قيادة المجالات الصناعية وأيضا على مواجهة كل العوامل الاقتصادية المؤثرة مثل التضخم. إن مسألة التضخم فيما يتعلق بمسألة التضخم سوف يتطلب ذلك بعض الوقت من أجل خفض نسبة التضخم، لذلك فإنني سوف أقوم بتمرير قانون هذا العام من أجل محاولة التعامل مع مسألة التضخم، وأعتقد أننا في الأشهر المقبلة سوف نرى ما يحدث. سوف ترون أن هناك مدنا جديدا تبنى وجسورا ومحطات للكهرباء في جميع أنحاء الأمريكية، وأيضا سوف ننتج الكثير من السيارات الصديقة للبيئة من أجل الحد من التلوث. سوف تشاهدون أيضا القوانين الجديدة التي تؤيد وتدعم نظام تعليمي جيد للولايات المتحدة الأمريكية. سوف ترون بأن الشركات أيضا تقوم بالتنافس بشكل عادل، وأيضا سوف نعمل أيضا على ضمان بأن لا تكون هناك استقطاعات ضريبية كبيرة على الشركات، وأن يكون هناك تنافس عادل بين هذه الشركات. لقد انتهى هذا الزمان الذي كانت يشهد العديد من المصاعب الاقتصادية. كذلك أيضا سوف تشاهدون أننا سوف نعمل على خلق الكثير من الوظائف من خلال الاستثمار في صناعات الشرائح الإلكترونية. لقد جعلتم ذلك أمرا ممكنا، ونحن الآن قد بدأنا أول الطريق. في هذه الانتخابات النصفية وجدنا نتائج هائلة لم يكن يتوقعها أي أحد. لقد شاهدنا اليوم الشباب يصوتون بأعداد كبيرة ولم يكن أحد يتوقع ذلك. الشباب الآن بدأوا يتعاملون ويتفاعلون مع القضايا المناخية والقضايا الاقتصادية، وهذا لم يكن موجودا في السابق.